Hello, my dear student. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله هنتعرض لبعض القواعد اللي ممكن تفيدنا إن شاء الله في مراجعتنا للمادة لاختبار نهاية العام. وإن شاء الله النهاردة هنتعرض لإزاي نحل الورقة الامتحانية. أول حاجة هنعملها النهاردة عندنا comparative form هنا معناها صيغة المقارنة، وإحنا عارفين إن المقارنة هنا بتبقى بين صفات. زمان لما كنا بناخد المقارنة كنا بنقول for example مثلا أحمد is older than محمد، محمد is smaller than أحمد، وهكذا. طيب إيه القاعدة اللي إحنا هنمشي عليها؟ زي ما إحنا شايفين كده عند المقارنة بين اتنين بنقوم جايبين الأدجكتيف في الأول، وبعد الأدجكتيف بنضيف وراها على طول ER than. طيب for example نشوف الإكزامبل اللي عندنا النهاردة. The area of ISS is a third greater than the area of a football field. نفس الكلام اللي أنا قلته فوق في القاعدة أنا نفذته هنا. لو احنا جينا هنا على الواقع وشفنا فين الادجكتيف اللي عندنا اللي هي great، الادجكتيف اللي عندنا great، عملنا ايه في great هنا؟ علشان انا بقارن هنا بين حاجتين، بقارن بين حاجتين، فكتبت great واضفت ليها er بعدها than، بقت الجملة عندي greater than. عرفت هنا ان في حاجة اكبر من حاجة، يبقى انا قارنت بين اتنين وعرفت ان في حاجة اكبر من حاجة. اوكي عند المقارنة بين اتنين متساويين، انا بقارن بين حاجتين بس متساويين بالظبط، مفيش حاجة اكبر من حاجة او اصغر من حاجة. طب القاعدة اللي هستخدمها هنا ايه يا ميس؟ القاعدة اللي هستخدمها هستخدم as و adjective as وفي النص هنا بحط الادجكتيف بتاعتي. طب الادجكتيف بتاعتي يا ميس هضيف لها اي اضافات؟ لا، مش هنضيف اي اضافات عليها. هنبقى الاكزامبل بتاعنا a jumbo jet is half as big as the space station. يعني هنا عندي الجامبو جيت هنا نص مساحة او حجم السبيس ستيشن، يعني السبيس ستيشن فيه هنا حاجتين برضو بس الاتنين متساويين مع بعض. تمام كده؟ نيجي بعد كده الاشياء او الجمل اللي ممكن تقابلنا في المنهج بتاعنا، وهي more than twice. أنا عندي الجمل اللي أنا هقولها دلوقتي ليها معنى، وكل جملة منهم بتدي معنى مختلف. لما أقول more than twice يعني لما بكون بقول أكتر حجما مرتين، بكون عايزة أقول أكتر حجما مرتين بقوم جايبة الجملة more than twice. تمام. twice the length of ضعف طول. أنا هنا لما أقول عايزة اقول ضعف طول حاجه هقوم جايبه twice the length of. بعد كده three times larger than. انا هنا بقول اكبر تلت امثال الحجم، تلت امثال، اكبر من تلت امثال كذا. يبقى هنا برضو لو انا افتكرت في الجملة اللي فاتت ان انا في هنا large و er than، يبقى معنى كده ان انا في هنا مقارنة بين اتنين. اوكي quarter the size of يعني ربع حجم، ربع حجم، quarter the size of. طيب quarter the size of هنا لما اجي اقول ان في حاجة ربع حجم حاجة. تمام. half as long as نصف طول. لو انا بصيت هنا في الجمل اللي قدامي هنا
هلاقي حاجة مهمة جدا. أنا لما ألاقي as وهنا space وas، لو أنا قابلتني حاجة زي كده في الأسئلة بتاعتي، يبقى لازم أفتكر أن ما بين as وas الadjective without anything، يعني ما فيش أي إضافات على الadjective بتاعتي. أوكي؟ نيجي بعد كده للإكزامبلز اللي أنا جايباها علشان أوضح الكلام اللي أنا قلته دلوقتي. The shuttle is more than three times. The shuttle is more than three times. The size of a house. The size of a house. طيب معنى الجملة دي بيساوي نفس اللي أنا هقوله دلوقتي. The size of the shuttle، يعني أنا بتكلم دلوقتي عن حجم الشاتل بتاعي، هو more than three times، هو أكتر من ثلاث أضعاف that of a house، أكتر من ثلاث أضعاف الهاوس اللي أنا بقارنه بيه. The second example: the shuttle is less than a quarter the length of a jumbo jet. الشاتل هو less than. less than what is the meaning of less than؟ يعني أقل من. يبقى أنا عندي فوق هنا more than يعني أكبر من، أما less than أقل من. quarter the length of a jumbo jet، أقل من ربع طول الجامبو جيت. طب يا ميس الجملة هنا معناها إيه هنا؟ يعني أنا بقول إن the length of the shuttle يعني طول الشاتل is less than، هو أقل من ربع الجامبو جيت أو ربع طول الجامبو جيت. يبقى الجملتين هنا بنفس المعنى بالضبط، بس أنا هنا بوضح الميننج اللي عندي. أوكي؟ هنيجي بعد كده برضو قاعدة تانية مهمة جدا بتفيدنا في ايه. هو يعتبر هنا لو انا جالي to an accuracy of، to an accuracy of، يبقى to بيجي بعدها an accuracy of. طب within a tolerance of، a tolerance of. طب يا ميس الكلمتين دول بيجوا امتى؟ ايوة لما اجي اتكلم عن الميجرينج تولز. الميجرينج تولز بقول ايه؟ ستيل رول اللي هي المسطرة المعدنية او المسطرة الصلب. كان ميجر تستطيع ان تقيس. تو ان اكيورسي اوف، تو ان اكيورسي اوف، بلس اور ماينس، بلس اور ماينس 0.25 مليمتر. يبقى هنا الدقة في المقياس حوالي اقل او اكتر من 25% مليمتر. تمام. طب الجملة الثانية بتقول a steel rule can measure within a tolerance of. انا هنا كل اللي انا عايز اعرفه ان to لازم يجي بعدها an accuracy of، او لو جاب لي an accuracy of وقال لي يجي قبلها ايه، اجيب قبلها to. طب و a tolerance of يجي قبلها within، within. دي ممكن تفيدنا في اللي تشوز الأسئلة اللي بتجيلنا في الامتحان. أوكي؟ بعد كده عندنا بعض الكلمات اللي احنا بتقابلنا وعايزين نعرف هو بيجي وراها ايه. كلمات دي بتبقى مهمة جدا. لما اجي اقول let's، let's، هيا بنا. طب let's هنا يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها لازم الفيرب في الانفينيتيف، لازم الفيرب يجي بعدها في الانفينيتيف. هتبقى الجملة عندي let's go swimming، let's go swimming. بنستخدم الكلمة دي او بنستخدم الجملة دي لما بنكون مجموعة من الاصدقاء وبنفكر ان احنا نقوم بنشاط ما او بنقوم باي فكرة بنفكر فيها. في عندنا كمان زي let's shall we، شال وي. نفس الكلام بنقوله على شال وي، بيجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف، بيجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف. طيب شال وي جو تو ذا زو، شال وي جو تو ذا زو. هنا ايه الفرق بين ليتس جو وايه الفرق بين شال وي؟ الفرق هنا واضح جدا. انا لما باجي اقول ليتس جو
بقول يلا بينا على طول ننفذ، يلا بينا ننفذ على طول. لكن لما باجي أقول shall we go to the zoo، أنا هنا لسه باخد آراء، بعمل فوتنج على الاقتراح اللي أنا بقترحه أو السجيشن اللي أنا بقترحه. تمام، يبقى أنا عندي let's وعندي shall we، الاثنين بيجي بعدهم الفيرب في الانفينيتيف. let's بتيجي جملة طبيعية، و أما shall we بيجي بعدها حاجة شبه الكويستشن شوي. نيجي برضو بعد كده للنقطة اللي هنتكلم فيها، وهي الريلاتيف بروناونز. الريلاتيف بروناونز، الريلاتيف بروناونز معناها بالعربي وهي ضمائر الوصل. ضمائر الوصل، علشان نقول مع بعض ايه هي ضمائر الوصل. لو افتكرنا قبل كده كنا بنقول اما اجي اتكلم عن موضوع معين واجي اكتب جملة واوصف الكلام ده بجملة تانية، يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بكتب جمل كتير، بكتب جمل كتير في نظير ان انا ممكن قوي ان انا اكتب اي رابط يقلل لي كمية الجمل اللي انا بتكلم عنها. زي عندنا هنا which وذات، which وذات اللي هي الذي والتي. طيب، ضمائر الوصل بتستخدم بدل الفاعل الغير عاقل ويربط الجملتين ويجعلهما جملة واحدة. يبقى لازم اعرف ان which وذات بيجوا بدل الفاعل غير العاقل، الغير عاقل، نركز كويس قوي، ويربط الجملتين مع بعض ويجعلهما جملة واحدة. طيب نيجي نشوف الاكزامبل اللي عندنا. A robot car is a vehicle، اول جملة دي full stop. It can drive itself، it can drive itself. انا هنا بوصف الروبوت كار بس وصفتها بجملتين اتنين، بجملتين اتنين. طب علشان افصل او اربط الجملتين دول واخليهم جملة واحدة اعمل ايه؟ هنا قال لي a robot car is a vehicle، يا اما حط which or that، واحدة من الاتنين، which or that، والاتنين صح. can drive itself، عندي هنا بقت الجملة كلها جملة واحدة فقط وليست جملتين. بعد كده هنبص نلاقي معايا مجموعة examples، نبص عليها كده. A sensor is a device which measures something، which measures something. أنا هنا ربطت بين جملتين خليتهم جملة واحدة، يعني أول ما الاقي which أو that أعرف إن هنا كان في جملتين وأنا ربطتهم بجملة واحدة. The second example. A micrometer is an instrument that measures very small dimensions. الميكروميتر هو أداة دقيقة جدا لقياس الأبعاد الصغيرة جدا. حطيت هنا ذات بدل ما أعمل جملتين. A hand drill is a tool that makes holes in materials. أنا عندي هنا الشنيور اليدوي هو أداة، هو أداة بتعمل حفر أو ثقوب في الماتيريالز أو المواد المختلفة. أوكي، بعد كده في عندنا حالة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، واحنا بنقول هنا احيانا يلي ضمير الوصل فعل مبني للمجهول. يبقى انا هتكلم هنا في حالة لما تكون الجملة عندي مبنية للمجهول، مبنية للمجهول. فهنا لما بكون مبنية للمجهول بحط which is او that is، which is او that is. طيب ايه اللي بيحصل في الحالة دي؟ بقول ان انا في الحالة دي هشيل which is كلها او ذات از كلها. بمعنى انا عندي الجمله هنا فور اكزامبل، a robot car is a vehicle which is driven by a computer. انا عندي هنا لما اشوف which is وعندي هنا robot car بدانا بيها، يبقى معنى كده ان عندي الجمله دي مبنيه للمجهول، مبني للمجهول اللي هو الباسيف فويس. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي ممكن استغنى خالص عن which is او that is. الجمله هتبقى ازاي؟ A robot car is
a vehicle. A robot car is a vehicle. Driven by a computer. هنا كان المفروض ان انا اكون حاطه which is او that is، بس لما شلتها لقيت الجملة ماشية تمام والمعنى مفيش اي تغير فيه. هبص تاني على الجملة الاخيرة اقراها. A robot car is a vehicle driven by a computer. السيارة اللي هي الروبوت اللي هي الآلية هي مركبة بتمشي بالكمبيوتر او بنسوقها عن طريق الكمبيوتر. تمام كده. بعد كده النقطة اللي هنتكلم فيها برضو عندي to و in order to و so as to. التلات كلمات دول يا ولاد يعتبروا لما باجي اتكلم واقول علشان او لكي او اعمل سبب لجملة معينة. طيب تعال نشوف كده هقول ايه. I am pulling the handbrake. I am pulling the handbrake. انا بسحب فرامل اليد. ليه؟ Why؟ In order to stop the car. علشان اوقف العربية. علشان اوقف العربية. طب يا ميس دلوقتي ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا ان انا لو لقيت كلمة to, in order to, so as to لازم يجي بعدها الفيرب في المصدر في الانفينيتيف، يجي بعدها الفعل بتاعي في المصدر. طيب I am doing it. I am doing it. انا بعمل كده ليه؟ so as to slow down the car. علشان اهدي من سرعة العربية. اهدي من سرعة العربية. يبقى انا عندي to, in order to, so as to. التلات حاجات دول او التلات كلمات دول بمعنى واحد اللي هي لكي او علشان. طب يا ميس نعمل ايه لو لقيناهم في اي جملة؟ لو لقيتهم في اي جملة هنكتب لازم الفعل بعدهم يجي في المصدر. to stop. to stop. هنا to slow down. slow down. اوكي. طيب في عندي برضو كلمتين بيدوني نفس المعنى بتاع الجمل الاولانية. so that و in order that. الكلمتين دول بنفس المعنى. معناهم ايه؟ لكي، علشان، بسبب. ده كل المعاني هي هي. طب يا ميس ايه الفرق بين الثلاث كلمات اللي فوق والكلمتين اللي حضرتك بتقولي عليهم دلوقتي؟ الكلمتين اللي انا بقول عليهم دلوقتي لازم يجي بعدهم جملة كاملة. يعني ايه جملة كاملة؟ يعني اجيب الجملة فيها فاعل وفعل ومفعول. فاعل وفعل. طيب تعال نشوف هنا اكزامبل. I am pulling the handbrake. انا سحبت الهاند بريك بتاعتي. so that. انا هنا كتبت so that يبقى لازم اعرف ان بعدها على طول لازم اعمل جملة. الجملة بدايتها بتبقى فاعل. بداية الجملة فاعل. I can stop the car. I can stop the car. بقت هنا جملة كاملة. طب هل يا ميس المعنى اختلف عندي؟ لا، المعنى ما اختلفش. المعنى هو هو. معناه ان انا بسحب الهاند بريك علشان او لكي اوقف العربية. اوقف العربية. نيجي نشوف الاكزامبل التاني. I am pulling the hand brake in order that. in order that. that ايه بقى هنا؟ the car can be stopped. the car can be stopped. انا هنا جبت برضو الجملة كاملة. يعني ايه الجملة كاملة هنا؟ يعني انا قلت بعد ذات على طول الفاعل اللي هو the car والفعل وبقية الجملة. ده الفرق عندي بين الثلاث كلمات اللي فوق والكلمتين اللي تحتهم. هل يمس الفرق في المينينج؟ لا، الفرق مش في المينينج ولكن في الجراماتيكال بتاعهم. انا فوق في التلاتة اللي فيه بعدها تو، اللي اخرها تو، لازم اجيب المصدر بعدها. اما so that و in order that لازم اجيب بعدها جملة كاملة. تمام كده.
النهاردة هنتعرض لحاجة تانية مهمة عندي، وهي حاجة في الكوميونيكيشن. احنا قلنا قبل كده الكوميونيكيشن دي يا ولاد اللي هي ازاي اقدر اتعامل مع الاخرين، ازاي اقدر اتعامل مع الاخرين. الجملة اللي عندي النهاردة او عندي نوعين من الكويشن، حاجة اسمها formal question وحاجة تانية اسمها informal question. What is the meaning of formal question و informal question؟ الformal question دوت بيبقى لما اجي اسأل حد اكبر مني في السن، اكبر مني في المركز، يعني المدرس بتاعي، البابايا، مامتي، اي حد اكبر مني في اي ديجري، تمام. اما الانفورمال كويستشن وهو النظام او نظام السؤال اللي انا بساله بيني وبين اصدقائي، ما بيبقاش فيه فرق بيننا. طب ايه يا ميس هكتب اول حاجه ايه؟ What is the function of the airbag؟ What is the function of the airbag؟ انا هنا يا ولاد بعمل ايه؟ بقول السؤال كامل، السؤال كامل، عايز اعرف ايه بالظبط. يعني انا بقول دلوقتي ايه هي وظيفه الايرباج اللي هي الكيس الهواء اللي بيبقى في العربية، وظيفته ايه؟ لما بكلم حد كبير لازم اقول الجملة كاملة كده، What is the function of the airbag؟ طب انا بكلم زمايلي وقاعدين بنتكلم مع بعض familiar كده، اقول له ايه؟ What is this for؟ طب هي دي ليه؟ احنا عاملينها ليه؟ بنفس الطريقة كده، اوكي؟ طب هل يا ميس الاجابة بتاعت السؤالين دول في اختلاف بينهم؟ لا، الانسر بتاعهم واحد، الانسر واحد. It protects the face and body in a crash. It protects the face and body in a crash. تمام كده؟ يبقى انا عرفت النهاردة ازاي اعمل formal question وازاي اعمل informal question، وعرفت برضو اني الانسرز بتاعتي في الحالتين واحدة، ما فيش اي تغيير فيها. ايه تاني النهاردة هنتعرض له من القواعد اللي عندنا؟ انا عندي الفريزل فيربس. الفريزل فيربس، what is the meaning of phrasal verbs؟ انا عندي verb، يعني انا عارفة ان verb يعني افعال. طب يعني ايه افعال يا مس؟ يعني اي فعل بنقوم بيه اسمه فعل، او اي active، تمام. طب what is the meaning of phrasal verb بقى؟ ايه الفرق بين الفيرب والفريزال فيرب؟ الفيرب عندي بيبقى ليه معنى، انا دلوقتي بقول الفيرب بتاعي ليه معنى، معنى معين. لو انا اضفت له ادفيرب او حرف جر، يعني ظرف او حرف جر، بيختلف معنى الفعل تماما. يعني ايه يا ميس بيختلف معنى الفعل؟ يعني المينينج بتاع الفعل بتاعي بيختلف. انا دلوقتي عندي فور اكزامبل pick، what is the meaning of pick؟ يعني ايه pick؟ يعني يلتقط. pick يعني يلتقط. طب pick up على بعضها، pick up على بعضها يعني يشيل حاجة، يشيل حاجة. طيب عندي هنا برضو من الافعال اللي بضيف لها يا اما preposition او adverb، زي put on، put on. طب put لوحدها معناها ايه؟ يعني يضع، يضع شيء في مكان ما. طب put on على بعضها بقى معناها ايه؟ يعني يرتدي، يعني يرتدي. take off، take off. take لوحدها معناها يأخذ. طب take off على بعضها معناها ايه؟ يعني يخلع حاجة من مكانها، يخلع حاجة من مكانها. وهكذا جميع الافعال اللي عندي لما بضيف لها يا اما adverb او preposition بيتغير معناها كليا. من الافعال دي بقى هنقراهم: put down، put down، put together، put together، take apart، take apart. طب يا ميس الافعال دي بنعمل فيها ايه؟ او حضرتك دلوقتي جايبها لنا ليه؟ انا دلوقتي هتكلم عن حاجه مهمه جدا. بنقول هنا اذا جاء بعد هذه الافعال، لو جه بعد الافعال اللي هي اللي احنا بنقول عليها فعل phrasal verb، بنقول لو جه بعديها اسم بيوضع هذا المفعول بعد حرف الجر او قبله. يعني انا عندي افعال بتسمح ان انا احط المفعول به بعد الفعل كله بالحرف الجر، وممكن احطه ما بين الاثنين، ما بين الفعل بتاعي
وحرف الجر. طب نشوف اكزامبل للموضوع ده. pick up the wrench, pick up the wrench يعني التقط المفتاح اللي عندك. طب انا هنا the wrench اللي هو المفعول به اللي هو الناون ده حطيته في نهاية الفعل بعد حرف الجر. طب لو انا جيت حطيته ما بين الفعل وحرف الجر هل في اختلاف؟ تعالى نقرأ كده مع بعض. pick the wrench up, pick the wrench up. لا الجملة يا ميس هنا ما بقاش فيها اي اختلاف. يبقى pick up the wrench بتساوي the meaning of pick the wrench up. تمام كده. يبقى في الحالة دي بقول ان ممكن احط النون بعد الجزئين اللي معاهم بتوع الفعل بتاعي, وممكن احط النون بتاعي ما بين اجزاء الفعل. نمبر 2, اما اذا كان المفعول ضمير فيوضع قبل حرف الجر ولا يجوز بعده. طب لو انا عندي المفعول به اللي جه بعد الفعل ضمير, ضمير pick it up, pick it up, قال لي ما ينفعش ان انا احط it هنا بعد جزئين الفعل. يعني ما ينفعش اقول pick up it, pick up it, لا ما ينفعش. لكن اقول pick it up, pick it up. تمام. ثالث نقطة عندي, في هذه المجموعة عند استخدام الضمير نضعه بعد جزئي الفعل. تعالى كده نشوف. احنا قلنا هنا في المجموعة دي ما ينفعش نحط الضمير بعد جزئي الفعل. طب نشوف المجموعة التانية. The insect crawled into the hole. The insect, الحشرة بتزحف داخل الحفرة او الثقب. نفس المينينج بتاعها لو انا قلت the insect crawled into it, crawled into it. طب لو انا جيت هنا حطيت, قلت كده جرب كده واقول احط it ما بين جزئين الفعل. تعالى نقراها كده. the insect crawled it into, the insect crawled it into. تنفع؟ لا, حتى في السنس كده مش مظبوطة. يبقى في الحالة دي, في حالة الأفعال النوعية دي أو المجموعة دي, ببقى مركزة كويس وأشوف أنا عندي هنا لو نون بيجي برضو بعد جزئين الفعل. طب ولو ضمير برضو بحطه بعد جزئين الفعل. أوكي. هنيجي دلوقتي لقاعدة مهمة جدا جدا, وهي الـ direct speech والـ indirect speech. بالعربي كده أو بالعامية زي ما احنا بنتكلم, أنا دلوقتي يعني إيه بقول كلام مباشر ويعني إيه كلام مش مباشر. كلام مباشر يعني أنا بوجه لحضرتك الكلام مباشرة, المعلومة بديها لحضرتك مباشرة. طيب حصل أي ظرف والمعلومة اللي أنا بقولها دي تعليمة معينة أو توجيهة معينة أنا عايزة أوصلها عن طريقك لحد تاني, ففي الحالة دي بيبقى حضرتك بتنقل الكلام عني للطرف الثالث, وهنا بيبقى الكلام اسمه غير مباشر. الكلام بيبقى اسمه ايه؟ غير مباشر. يبقى انا عرفت هنا معنى ان انا اقول كلام مباشر, يبقى انا بقول لحضرتك المعلومة دايركت على طول مباشر. لكن لما حضرتك تنقلها عن طريقي, عن طريق يعني عن لساني لحد اخر, ده اسمه indirect او غير مباشر. طب يا ميس انا ايه اللي بيحصل علشان هيبقى في فرق بين المباشر دوت والغير مباشر؟ تمام, تعالى مع بعض هنا نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا الكلام اللي بيبقى مباشر بيبقى محطوط بين قوسين, محطوط بين قوسين. الكلام الموضوع بين الاقواس هو كلام مباشر, واذا اردنا ان ننقله الى شخص اخر يتحول الى غير مباشر, وهنا يجب اتباع الاتي. يبقى انا دلوقتي الكلام المباشر بيبقى موضوع بين قوسين. طب اعمل ايه بقى علشان احوله لغير مباشر؟ هنقول دلوقتي الخطوات وبعد كده نشوف عملي هنعمل ايه. اول خطوة هنعملها هنحذف الاقواس تماما, هنحذف الاقواس تماما. تمام, بعد كده
بنكتب فعل القول. يعني ايه فعل القول؟ يعني لو انا قلت، لو انا بكلمك بقول سيد يبقى هتقول لي مثل وسيد او شي سيد، لو قلت تولد يبقى شي تولد، لو انا بشرح حاجة هتقول شي اكسبليند، لو انا موافقة على حاجة بقول ان هي شي اجريد، لو انا بوعد وعد معين بتقول شي بروميسد. كل الكلام ده بيكتب في بداية الجملة اللي أنا بكتبها. يبقى أنا كتبت الجملة الأول اللي هو فعل القول بتاعي، بعد كده لما شلت الأقواس أقوم حط على طول كلمة ذات، أقوم حاطط على طول كلمة ذات. تمام. طيب أنا عندي هنا جوه الأقواس جملة كاملة، جملة كاملة. طب الجملة دي يا ميس هعمل فيها ايه؟ انا عندي الجملة دي بتبقى حاجة من الحاجات دي، يا اما في زمن المضارع البسيط، وفي الحالة دي هحول الجملة من مضارع بسيط للماضي البسيط، يا اما تكون ماضي بسيط وفي الحالة دي هحولها الى ماضي تام، ولو كانت مضارع تام احولها للماضي التام. طب لو كانت مضارع مستمر احولها للماضي المستمر. يبقى يمس كل مضارع هنا بحوله للماضي بتاعه، الماضي بتاعه. يعني ما ينفعش احول من مضارع بسيط لماضي تام، او ما ينفعش احول من مضارع بسيط لماضي مستمر، لا، كل مضارع بيتحول للماضي اللي في نفس الرينج بتاعه. الخطوة اللي بعد كده اللي هي تغيير الضمائر حسب معنى الجملة الجديدة. يعني ايه تغيير الضمائر حسب الجملة الجديدة؟ هنيجي هنا ونشوف اول اكزامبل عندنا. اول اكزامبل اهو، I started the project. I started the project. انا عندي دي الجملة هي direct speech. direct speech، تمام كده. يبقى انا عندي started the project، انا عندي هنا قوسين. طيب معنى ان هو قوسين يبقى على طول اعرف ان ده دايركت سبيتش، دايركت سبيتش. تمام. اعمل ايه يا ميس هنا؟ نمشي خطوه خطوه زي اللي احنا قلناها قبل كده. اول حاجه مين اللي قال الكلام دوت؟ هو واحد اسمه صلاح، يبقى صلاح هو اللي بيتكلم وبيقول ان هو بدا المشروع بتاعه. يبقى هبدا اقول صلاح سد، صلاح سد اللي هو فعل القول بتاعي. شلت اول قوس هنا وكتبت بداله ذات، كتبت بداله ذات. طيب تغيير الافعال اللي حضرتك قلت عليه ايه هو بقى؟ انا لما باجي اتكلم بقول انا بعمل كذا، انا بعمل كذا، لكن لما حضرتك هتبلغ عني او هتبلغ الكلام عن لساني هتقول هي عملت كذا او هو عمل كذا. فعلا اي هنا اتحولت لهي. طب اتحولت لهي ليه؟ لان هنا الفاعل اللي بيتكلم هو شخص اسمه صلاح، يبقى الضمير بتاعه بيبقى هي. طب بعد كده انا عندي هنا قلنا ان احنا لازم نعرف زمن الفعل اللي داخل القوس عشان اعرف اتصرف فيه. طب زمن الفعل عندي هنا ايه؟ started. هبص كده وافتكر هو started ده عبارة عن ايه؟ هو فعل في زمن الباست سيمبل، الباست سيمبل يعني الماضي البسيط. افتكر كده بسرعة وارجع اقول هو الماضي البسيط بيتحول لايه يا ميس؟ بيتحول لماضي تام، ماضي تام، باست بيرفكت. طب تعالى نشوف كده انا هعمل ايه. صلاح said that he had started the project. had started the project. يبقى هنا حولت زمن الفعل بتاعي من ماضي بسيط الى ماضي تام. بقت الجملة عندي صلاح said that he had started the project. ونهينا الجملة على كده. تمام كده؟ سهلة ولا صعبة؟ طيب تعالى نشوف كده مع بعض بقى، وهنحاول نحلها مع بعض من غير ما نرجع لأي حاجة تاني. تمام. I finished the job. I finished the job. هو نفس الكلام بالظبط. I finished the job. طيب finished هنا زمن الفعل عندي ماضي بسيط. طب يلا عايزة يلا هنرجع مع بعض كده. أول حاجة بنعملها بنجيب إيه؟ فعل القول. برافو عليك. أنا سمع حد بيقول لي
هي تولد برضو هنا هي لان احنا بنتكلم عن شخص هو اللي اتكلم. هي تولد مي، شخص قال لي الكلام ده. بعد كده عملت ايه؟ برافو برافو، شلت الاقواس وحطيت بدلها ذات، فيري جود. بعد كده لاجي للضمير اللي عندي هنا خطوه خطوه، حطيت هي لان انا عندي ايه هنا؟ اللي اتكلم في الموضوع هو شخص، هي شخص مذكر، هي هاد فينيشد. الله، انا جبت هنا هاد فينيشد ليه يا ميس؟ ايوه برافو، انا سامع حد بيقول لي لان انا هنا الفعل عندي داخل الاقواس ماضي بسيط، فبالتالي بنحوله الى الماضي التام. فيري جود فيري جود. هنيجي بقى هنا لاخر اكزامبل معانا، عايزه نركز مع بعض هنا ونشوف هل نفس الكلام اللي انا قلته فوق هو هو ولا في تغيير. نقول مع بعض كده، I have finished the project. I have finished the project. ايه هنا التغيير يا ميس؟ هو هو نفس الكلام، هي هو الشخص اللي بيتكلم، هو هو برضو ولد. Explained، هو كان بيشرح لنا. شلت الاقواس وحطيت ذات. هنا بقى في حاجه تانية، هي هاد فينيشد. انا عندي هنا الفعل بتاعي في زمن المضارع التام، I have finished. I have finished، بقيت غيرت المضارع التام للماضي التام بتاعه اللي هو he had finished the project. اوكي، سنة تالتة. طبعا هو الدايركت والاندايركت يعتبروا من القواعد اللذيذة اللي احنا واحد زائد واحد بيساوي اتنين. يعني انا ما عنديش حاجة غير اني لازم اقرأ القاعدة بتاعتي كويس، وواحدة واحدة زي ما مشيت كده امشي على القاعدة، وما امشيش خطوة غير لما ما عديش الخطوة غير لما خلص اللي قبلها. ولو احنا فهمنا بالظبط الفرق بين الدايركت والاندايركت والخطوات اللي احنا بنعملها، هنلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل. على الرغم من ان معظم الطلبة بيكون عندهم القاعدة دي صعبة، لكن انا بجد القاعدة دي من اسهل ما يمكن لو احنا ركزنا فيها ومشينا خطوة خطوة زي ما احنا شفنا. من القواعد برضو اللي تقيلة شوية بس برضو هنسهلها مع بعض النهاردة، وهي الاكتف اند باسيف فويس. اكتف اند باسيف فويس يعني المبني للمعلوم والمبني للمجهول. المبني للمعلوم بيكون الفعل مبني للمعلوم امتى؟ لما يكون عندي الفاعل مذكور في الجملة. يعني عندي الفاعل، مين اللي قام بالحدث ده؟ من قام بالحدث؟ الفاعل نفسه، الفاعل نفسه. فأول ما الاقي الفاعل في أول الجملة أعرف على طول إن الجملة دي مبنية للمعلوم. طب يعني إيه مبني للمجهول؟ يعني الفعل لما يكون مبني للمجهول بيبقى مهتمين بالحدث وليس الفاعل. يعني ببدأ جملتي بالمفعول به أو الموضوع بخش فيه على طول. طب نشوف إكزامبل للمبني للمعلوم هنا. The boy broke the window. The boy broke the window. أنا بدأت جملتي هنا بإيه؟ بالفاعل the boy. الفعل كسر الزجاج. يبقى أنا هنا مهتمة جدا بإني أعرف مين اللي عمل الفعل ده، مين اللي قام بالفعل ده، عشان كده سميت الجملة مبني للمعلوم. تمام. طيب لو أنا شفت الجملة التانية، The window was broken. The window was broken. يعني ايه بقى هنا؟ انا هنا بدأت جملتي بالمفعول به، بالمفعول به، وما ذكرتش مين هو الفعل. يبقى انا هنا الاسترس بتاعي على ايه؟ على المفعول به. يبقى المفعول به هنا يا ولاد هيبقى الفعل مبني للمجهول، مبني للمجهول. تعال نبص مع بعض كده ازاي نحول جملة من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول. هنبص للخطوات اللي قدامنا ديت ونشوف. اول حاجة بننقل المفعول به الى بداية الجملة مكان الفاعل مع تحويله اذا كان ضمير.
يبقى أول حاجة بنجيب المفعول به اللي في آخر الجملة نجيبه عندي في أول الجملة. ليه يا ميس؟ لأن أنا بقول إن المبني للمجهول هو الاسترس، هنا بيبقى على الفوكس بتاعي، بيبقى على المفعول به وليس الفاعل. تمام. نمبر 2، نضع الفاعل مكان المفعول به مسبوق بكلمة باي. نحط الفاعل بتاعنا اللي موجود في الجملة في آخر الجملة وقبله الكلمة دي اللي هي باي، اللي هي باي. نمبر 3، نحول الفعل للمجهول باستخدام الزمن الصحيح لزمن فعل verb to be، ثم نضيف التصريف الثالث للفعل الأصلي وذلك كالتالي. أنا عندي هنا بقى قاعدة لازم أحفظها وأفهمها كويس قوي. لو انا عندي الجمله زمن الجمله بتاعي بريزنت سامبل يعني مضارع بسيط، اعمل ايه يا ميس؟ بقول ان انا بجيب فيرب تو بي عندي في الزمن بتاعه اللي هو البريزنت سامبل برضو. ام از ار، ام از ار، ام طبعا لو الفاعل عندي الجديد هيبقى ياخد ام، ولو هياخد از نحط از، ولو هياخد ار نحط ار. بعد كده بنحط ايه؟ البي بي او الباست بارتيسيبل. يعني ايه الباست بارتيسيبل؟ اللي هو التصريف الثالث للفعل اللي موجود عندي في الجمله، اللي موجود في الجمله. تمام. طب لو الجمله عندي الفعل في الباست سيمبل هعمل ايه؟ هجيب ووز او وير، ووز او وير، واضيف عليها الباست بارتيسيبل بتاعي الفعل الاصلي اللي موجود عندي في الجمله. طب لو بريزنت بيرفكت هحط هاف اور هاز بلس بين بلس برضو الباست بارتيسيبل، برضو الباست بارتيسيبل. لو الفعل عندي باست بيرفكت، باست بيرفكت، بحط هاد بلس بين بلس البي بي الفعل الاصلي اللي عندي. طب لو عندي present continuous، present continuous، هحط am is or are plus being plus being plus البي بي. لو عندي past continuous ماضي مستمر، ماضي مستمر، هحط was or were ده او ده plus being plus bb plus bb. طب لو عندي الفعل الناقص، الافعال الناقصه اللي هي can could may might must، اي حاجه من دي plus على طول b plus bb plus bb. طيب برضو احنا هنا بنحول الضمائر بتاعتنا لان احنا بنغير الفاعل بنحوله للمفعول، فبالتالي لازم الفعل يتغير. لو عندي الفاعل ضمير، سوري، يتغير، لو عندي الضمير بتاعي اي هيتحول على طول لمي، لو عندي هي هيتحول لهم، لو شي هير، ات ات، وي اس، يو you they them. الجدول ده لازم نحفظه كويس جدا. نيجي بقى هنا للبراكتس بتاعنا، وهي النقطة العملية ازاي اترجم القواعد اللي انا قلتها دلوقتي وحفظتها واترجم على الطريقة العملية. عندي جملة والجملة دي ازاي احولها من مبني للمعلوم لمبني للمجهول. خطوة خطوة كده مع بعض. The mechanic has checked the engine. احنا قلنا اول حاجة هنعملها، انا عندي ده الفاعل وthe engine المفعول به. اول نقطة هعملها اقوم جايبة المفعول به احطه في اول الجملة، في اول الجملة. حطيت المفعول به في اول الجملة. بعد كده تاني نقطة بشوف زمن الجملة عندي has checked، اقعد افكر كده اقول has checked ده زمن ايه؟ ايوه انا سامع حد بيقول برافو،
present perfect. present perfect. برافو. انا عندي زمن الجمله عندي present perfect، يبقى لازم اكتب التحويل بتاعه اللي هو has been checked. has plus been plus البي بي بلس البي بي. طب انا عندي هنا ممكن احط باي ذا ميكانيك اللي هو المفعول به زي ما قلنا، وممكن استغنى عنه. طب يا ميس لو انا استغنيت عنه هل في مشكله؟ لا خالص، هناخد نفس الدرجات بتاعتنا كما هي. طيب نيجي لمثال تاني برضو ونشوفه. I have tested the car او the new car. انا اختبرت او بختبر النيو كار بتاعتي. اول حاجة عندي اي الفاعل بتاعي. طب انا دلوقتي اول حاجة هعملها ايه؟ انا سامع حد بيقول لي ايوة برافو، هنجيب النيو كار اللي هي المفعول به نقوم حاطينه في بداية الجملة، يبقى ذا نيو كار. زمن الفعل عندي هنا ايه يا ميس؟ برضو present perfect يعني مضارع تام. طب انا هنا هحط المضارع التام have or has plus been plus bb. طب انا هنا كان عندي have في الجملة الاصلية لان الفاعل عندي هنا كان I وI بتاخد have. لما جيت حطيت النيو كار في بداية الجملة كفاعل جديد لعندي في الجملة، هل ينفع احط بعدها have؟ حد بيرد؟ لا ما ينفعش. برافو. ليه ما ينفعش؟ لان انا عندي المفعول به الجديد اللي هو نيو كار بياخد هاز وليس هاف، والنقطة دي مهمة جدا علشان كده انا ذكرتها في اكزامبل علشان كلنا نركز فيها. The new car has plus been plus pp. has been tested. has been tested. ممكن اختياري ليها اكتب باي مي اللي هو تحويل الضمائر اللي انا قلت عليه من شويه صغيرين. انا حطيت اي هحط بدلها مي، يبقى ممكن احط باي مي وممكن استغنى عنها خالص. تمام كده؟ بكده احنا وصلنا لنهايه القطعه او القواعد اللي انا المفروض اعمل استرس عليها شوية. القواعد دي هتفيدني جدا في حل الامتحان بتاعي، وان انا ازاي اقدر احل كل كلمة. واحنا زي ما اتفقنا ورقة الامتحان بتاعتنا نفس الايتمز بتاعتي هي اللي تعرضت لها قبل كده، وهرجع تاني النهاردة وهراجع مع بعض ازاي نحل اسئلة الامتحان، والورقة بتاعتي بتحتوي على اسئلة ايه. اول حاجة عندي السؤال الاولاني سريعا كده، بقول ان انا عندي فاينل ريفيجن. هنا عندي اول سؤال بيبقى عبارة عن تشوز. اللي تشوز دي يا ولاد بتبقى عبارة عن 10 items 10 اسئلة، وقلت قبل كده لازم ان احنا نركز كويس جدا في الاختيارات بتاعتنا وما نختارش عشوائي، نحاول نختار بقدر الامكان ونفهم كل حاجة كويس. بعد السؤال دوت بيجي لي السؤال اللي هو الاختيار. بعد الاختيارات العشرة بيجي لي السؤال الثاني اللي هو الديالوج بتاعي، الميني ديالوج. وقلت برضو خلي بالنا كويس قوي، لازم نقرأ الديالوج as a whole، وبعد ما نقرأ كله نحاول ان احنا نعرف ايه الحاجة اللي ناقصة ونكتبها. بعد السؤال بتاع الديالوج بيجي لي اللي هو الفيل ان ذا سبيسز. عندي السؤال ده عندي مجموعة كلمات فوق، الكلمات دي في فراغات في جمل تحت، الفراغات دي بنعرف معنى الجملة الكلمة اللي فوق ونقوم حاطينها مكانها. يا ريت الكلمات اللي احنا اشتغلنا فيها على مدار السنة نحفظها كويس جدا، لانها هتفيدنا جدا جدا في حل الامتحان. ومن الاسئلة الصعبة اللي دايما بتقابلنا او اللي المفروض ان انتوا بتقولوا انها صعبة، اللي هي سؤال الباراجراف،
والباراجراف ده يا اولاد بيبقى عندي في جايدنج ووردز. الجايدنج ووردز دي بتساعدني جدا ان انا اكتب موضوع. وقلت قبل كده حاول تكتب موضوعك بسيمبل سيمبل لانجوج، اي جمل عندك لانجوج بسيطه جدا اكتب لي موضوع فيها. في كمان عندي سؤال الباسج، القطعه، سؤال القطعه من الاسئله اللي هي بتديني درجات كتير جدا، وارجو ان احنا ما نضيعش الدرجات دي. نقرا الباسج كويس جدا ونحاول نحط لاينز تحت كل اجابه سؤال تحت وننقلها كما هي، ننقلها كما هي. في عندي برضو سؤال اختيارات في الباسج بتاعتنا، نقرا القطعه كويس قوي، اول ما نلاقي الكلمه بتاعتنا نركز في القطعه ونقراها مره واتنين. كمان عندي سؤال مهم جدا وهو الماتشنج. سؤال الماتش ده يا ولاد بيبقى عباره عن تو كولمز. الكولمز دي بيبقى عندي جزء من الجمله في 1 والجزء الثاني في الكولم بي او اي وبي. انا ببص كويس قوي للايتيمز بتاعتي، للجزئيه دي والجزئيه دي، واعرف ايه اللي هيتوصل من هنا لهنا، ايه اللي اقدر اكمل بيه الجمله علشان يعمل لي مينينجفول سنتنس، مينينجفول سنتنس. وبرده كل الجمل اللي بتجيلي من الكتاب المدرسي بتاعي. ارجوكم ارجوكم نحاول نراجع كويس جدا الفوكاب بتاعتنا، نحاول نراجع جدا القواعد اللي انا جبت جزء منها النهارده. وان شاء الله هنبقى في نتقابل على خير وبالنجاح والتوفيق. Thank you very much. Good luck and goodbye.